اللهم صل وسلم على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه ومن تبعهم في إحسان إلى يوم الدين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وإذا بلغ الأطفال منكم الحلم فليستأذنوا. إن شاء الله تعالى وحنكب الله بنا آيات كنتم إيا السقال سورة النور إلى آيات اللبات أو سورة الفرقان إن شاء الله تعالى. آيات وحا سورة وحا لنوه رمريي حب كردقنك سيدا أسترك إيا إذن طلبك إيا داتك سيئوه دم عملون يعني وإنوه الرئيسي مركا وايدا كي ومر لبات خدنا النوع كاللوسو علين يويا أول عهورة وحا الله شاقي إيا الضومي يوحي النوع عاصة صدح وقتين إذن طلبان دادك أجانب تأهنا ونسكو قويسك أهاي النواكي ليرها إذن طلبانو إذن لانها قلينها دين نقضة ليدين لها النقضة وددك يعني ددوينه عارقة ويتاسي عرورة قويسك كاترسان وحالي لصدح وقتي أيضا ضلبان عرورة قويسك كاترسان إذو قان قادي باهد لغا هلايا إن شاء الله. الله حليه وإذا بلغ الأطفال عرورة مركي قان قادان إذا بلغ الأطفال عرورة مركي قادان منكم إذنك إذن كميدا الحلومة قان مركي قادان قان يعني دين لو قفص دون كم بقريب مركي قادان بيكا دقلت إذا بلغ الأطفال عرورة مركي قادان ومنكم إذنك إذن كميدا الحلومة بالغ مركي قادان فليستأذنوها إذن ضلبان كما يستأذنوا سيدي إذن ضلب بيشيرين الذين كانوا من قبل كوري تدكي كوري وقان قاكها ويا كور قان قاري سيدي إذن ضلب بيشيرين أو إذن ضلبان كذلك سيدة عب وواضحة يبين الله الله أعدين يا لكم إذنك آياتي آياتي سيدين كعدين والله الله سبحانه وتعالى عليم كأبوي بمسالحكم حكيم في الأفعال والشريعة الله باقفل سن أفعاشي في شرعي في وحجي ذي يوردن الله شيء ولبسيده كواف سيها بودجيني ما كما يشن معناه كترة وحوية عروطة يرياري وصدح قور إذن دل بيتري مركا لسيحان أيوه يا مركا لصوت توصو يا مالنت مركا لقيلوشان مركا يقان قالان سيدا دفك سوا ويناء كهري أمبايو إذن دل بياوين وبالمثل الماء عروطيه مركو قان قالو أبيه يدي بك إذن دل بيا وقالي ما يوم حيالي ويدي يدو قاولينو أركا مش على قفنا مركا هو أغيسيني إذن دلب كا إذن دلب ما هي هو أغيسيني سو إذن دلب كو حوي معنا هو أغيسينو وحوي يوالش وقاده وي ساسي كدقان تا إذن دلب كلا شيء واقع قفكي كلو أجنبي هنا وحوي إذن دلب في سؤال في سمرها تقان قال إذا بلغ الأطفال عرورتو مركي قالان منكم إذنك إذن كمدا الحلم قان قاد مركي قالان معنى بالغ مركي قالان شنية طبن بالغ بالغ أما اختلاف فليستأذنوا خائضا ضلبين كما استأذن الشيء إذن ضلبين الذين كوي من قبل مكوه الرئيين دكتا واوين بي لم يدهم بيكا لغان تاني مركا دكتا إسو قويسك آنا مركا واوين آدان وإسو قويسين إذن ضلب ما هيا وإسو قويسين كلي وان شوغا دكتا كلانا وإذن ضلبين مركا وأن قويسك كاتر سنة واسدا سمعانه صوبين كذلك سيدا عدو واضحة يبين الله الله عدين يا لكم إذنك آياتي آياتي إذنك عدين وإذنك شرعي وحالله وحاد بهنا إذن أو كردق ملاه إذن أو نضافة له أو إذن في عنين والله ألا نعلم وحوقها بالمسالح وبكل الأشياء مسالح دين إساق قال لي مسالح دين أقام سائدين شرعيي حكيم في كفل سنوي في أفعاله وشريعته وسنته ككفل سنوي مركا كابر قاتل ولي والقواعد قبله كفريستي والقواعد كوي فريستي ومن النساء دمر ككمل ما هي كفريستين الحيض والولادة كفريستين الذين قبله لا يرجون الرجين إن النكاح وحقورنا الرجين إن هو الدعي وإن لهم قرية أنهم ملينين فليس عليهم أن ندش هذا ماءها جناح واحد بأه أن يضعنا من أن يضعنا إن يكد الجيان ثيابه النردر كودي جلابيب كينا إسكردقان واحد بمسارة قبل نقول رجينين غير متبرجات لكن يقول موجينين بزينة قرح يقول موجينين وقرح يقول موجينين وأن يستعففنا إن إس إلى ليانو إس أستران يا خير لهن أخير بدن بألا ليه سبحانه وتعالى القواعد وجمع قاعدة مركب واحد هذين قلة عربية صفة مؤنث كما صفة تدق فعل كما مركب نكوك ذا تشيرين تاد الله ميال المثل مرضوع يا حائض يا طامس يا سيداس وكلاء تاد الله ميال هو مركب تاد الله هو مركب
هذا الله وجل مركي فعل كائن كل حين هذه بالمثل قبل أن ينجني سو مرضعة فللين حيث لفتي سيادوك يا الحائضة لكن يعني حائض مركل الحائل بأسو بطاوة كتغن مركا قاعدنا وحيوسو بطاوة قبل فردق أسو بطاوة قبل فردق وصل فردق كواهي سماء جيدد ما هو السداسوي مركا قبلها نوع عاسا أو كفر يستي حائض يدل ما كفر يستي ولكن أنقول نفجيني تاسا قيمة لتدبال لقيميني قبل وحاتي الحائض في يدل ما ذي بدايي لكن قول رجينا يود وحوي دادود أين السداسوسي وين باتر قوة معها way soo isa surayaan wa gabadha guur ka rajabeyso in ragu soo dhowro aan ku tala jirin oo rajay ka qabin way oo laga samray wayan gabadhaas way marka wal qawaacidu kuwa fariistay oo dalmi iyo guur ka dalma ka fariistay iyo xayn oo minna nisaaydu marka kamida allah tii gabdhihi la yarjuuna aan rajaynaynin wax rajaa ka qabin nikaahan guur ba rajay ka qabin ragu ba inuu soo dhowro ayna la ahayn فليس ماهن عليهن تسوى الجناح من ذنب من أن يضعن إنه إسكد جيان ثيابهن الدرقات شلوبابك إسكد جيان يا خمارك يا حاسي إسكد جيان هقوق يربا إسكد حدا غير متبرجات لكن كوا موجين غير كود حالا إنه بزينة قرح وإنه خلخال لقونتا يوحكوس وحداني بقاحي وصوص ورسلاني قعماي وحصوق الشلاني وحاسي لحظة يوحكوس وحداني وحاسي انتي سمية وإنه موجينين وحا وإنه درك كليهن إسكد قبان درك عادق أقبان marka jilbaabka haday gabadhaas iska dhigto wax dhiba ma leh jilbaabkeeda haday iska dhigto ee waxa la diidan yahay iyadoo daadaasa haddayntay wax qurux isku soo taxday jilbaabkiina dhigta lama ogolataa waan yastaafibna laakin inay is ilaaliyaan is asturaan ba khayrun lahun u khayr badan inay dhowrsadaan ay yastaafibna ani tabarruj is muujin inay ka dhowrsadaan ba khayrun lahun u khayr badan oo dharkooda iska qabaan sida gabdhaha yar yarka isu xijaabaan وحال إلى لكل لاقد لكل ساقد لها لاقد بيله وحك سوء قيمة الآن وقيمة لها وحن بقى قيمين وحن بقى قيمة سيهين بركة قبلها لفسود وحلقة يا برقني وقيمة سيهين بركة هذا سكحدا والله ألا سبحانه وتعالى سميع كمغلوي للأقوال عليم بالنيات بركة قبلها جلبابك اسكدك هذه زينة موجين وجود نية ذو ساتها يا الله بكو هذي شرعي أبنيي رخصة اللي هي كعب الفلاي سنة الله بكو قيم عنه ها هذي رخصة استقرت في الجلباب وجدك على أدرين وهو يا الله بكو كعب المرنين والله الله سميع كمغلوي عليم أقول ليس على الأعمى ليس معها من على الأعمى قفك إن دولها حرج واحد ذنبه واحد دبا ولا على العرج متكرتنا حرج ذنب معها ولا على المريض كثيرين حرج دم بماءها ولا على أنفسكم نفتي ندش هذا الدم بماءها أن تأكلوا إنا كعنتان من بيوتكم قليهن إلى آخر آية تفاصيل ويسكو خلافين حكم كأي شيء يسيء فيه يسبق كوي من ويسكو خلافين بعض التفاصيل وحيليهن ذاتك إن دهالا با وحي كبق كثيرين مركي بالمتر روح أتقان روح دالة ذات بي أتقان ذاتك أسمركو وحوة أيوه oo gudiyaha qoyskooda u geeyo qoyskooda uu la kaco wax uga raadiyo iyo kuwa aan dhaahay isku dambi xubin jireen oo dadkan day waxooda khaali noogama aha bay dhin jireen bacdu safaatirna waxay leeyihiin markii la yiri walaa taakulu amwaalakum baynakum bil baatil yaa waxaa la yiri maalka ka ugu qiimo badan waa cunad markaas dadku waxay isku dambi xubiyeen in dhoolayaashii dadku bitinay inay wax la cunaa maxay leeyin dhoolihii ma arkayo meesha fiican ma arkayo waa laga hor qaadan ninka naasayna dhul ballaadan buu u baahan yahay waxa weeye dhul ballaadan buu u baahan yahay fariisoo de waa ruux riyaana weyn kamariilkii hina wax si fiican wax ma qaadan karo marka taa la yirku waa wax la cunimayn maxay yeelay xaqooda iska ma ilaalin karo bacdu mashaakh waxay leeyihiin aan waa indolayaashi ba waxay yiraahdeen waana laga yaqaanayaa bay raadin ninki mariilka hada waa nin waxa way jireen in dowlimi laga yaqiiq sabu uu u qaadanayo ay tuubi tir markaas ay diideen inay wax la cunaa bacdu safaatir waxay leeyahay waxa kale oo jirtay aayada halkeeda dambe jamiican oo shaatanta ee carabta jahiliga wuxuu dhaqankooda aqalo gaar ahaaneed in martiinay la joogto mooyaan ayna waxba cunin oo kaliyada ayna cunaynin hadii ninki raashinkii wax walba isagu haysta haduu marti waayo oo halkaas uu leeyahay ilaa uu marti ka helo waana sidii nabi ibraahim laga dhaxlay weyn marka aayadu intaas oo macnayo bay wada keenaysa tafasiirta inta ay keenayaan oo dhan marka dadka indhaha la iyo dadka dhutinaya iyo dadka buka in wax lala cuno wax dhiba ma leh
inay iyagu wax la cunaan dib mal hadii guriye inta lageeyo wax cunaan la yiraana wax dhibaato ah mal dadku iyagu wada jira haday wax cunaan dib mal kali kali haday cunaan dib mal inkastoo nabigu dhiri galiyay in wada jir wax loo cun oo barakadu ay ku fiican tahay marka ayadu intaas oo macna abay wada iyo wada xallinaysa way laysa maahan in ala lacmaaka indhaha leh xaraj wax dambi ama ah in wax lala cuno ولا على الذي كرتنا حرج واحد باتها دشي سماها ولا على المريض كجيرن دشي سنا حرج واحد بما ان وحللعن ولا على انفسكم نفتيننا واحد باتها حرج ما دشينا من ان تاكلوا ان كعنتان من بيوتكم غريهنا كعنتان ادينكو ادليدين وغري عروتادن كجيرتون او بيوت ابايكم ابيهن غريهودا اد كعنتان او بيوت امهاتكم هويينكن غريهودا اد كعنتان أو بيوت إخوانكم ولا ليه نرجع قريه هذا كعنتان أو بيوت أخواتكم ولا ليه نقبلها قريه هذا كعنتان أو بيوت أعمامكم أدي الردين قريه هذا كعنتان أو بيوت عماتكم أدوينكم قريه هذا كعنتان أو بيوت أخوالكم أبتياشين قريه هذا كعنتان أو بيوت خالاتكم خبر يريهين قريه هذا كعنتان أو ما ملكتم مفاتيحه فريه سوى حريسان أد كعنتان وحيو صديقكم بيوت صديقكم صاحبكم قريهن ساعات كعنتان المعنى وحوية قريها النوع عاصة إذا لا أنبعد عنك كرتان وين مركات أكتا إنو شيء قرال لكاي لا تلقاقية وان عنك ذا مركا قريهن ساعات كعنتان بالاقة بالله كا هذا الكمتشو من قاد قريها كعنة كرتوا بكاذي وكي عرور تادين ويسيو قليان يكوان كالين حلاليهين وصيدي قريها بيو كاليهين بالاقة سالين قريه أباها بعد إمن وان عنك ذا كي هو يدا كي ولا كي قرابة ذا iya saaxiibka hadduu shaali ka yahay oo dogtahay inuu saaxiibka yahay kuwa furiisa milkiida waxa looga jeeda bilmatal dadka baqaarada dadka oo haya ama maqaaxiyaha oo haya ama beerta u la jooga ama xoolahaaba u raaca qofka geeljiro meesha jooga waxa weeye inuu caanahi ka cabo wixii isaga daruuradiisa waxa loo ogolaynaa jeebka laga gashado wax dhaqaale gala laga qaato lama ogolo saaxiibku waa sida kuwa furiisa isna waa sida saaxiibku waa kay فقال لي يجوز أخذ ما يعلم رباه بين هذا مركة تاوحا شردع وح وحيي لقفك إنو نأهين صاحبك أدنوك تاينو فهل لكايه نين تابعي أني وحي لور هذا كوريقا مكعبا بيها معبابون وصوي نقد صاحبك أبو المحادي ويدي وابدو إذا قطعيونا مركة صاحبك صاحبك سيقول لي سيسوقو نقل بكعون وكدر دو كعبي لكن شافك وحبك غلتك مهين نينك عيدا كنو أستاذ وكل بخارك وشوغو وكشاهين وكقدين وكقرعان لكن وحويه هو لو واحد نقشه جلا يانو كقادني وي كريها قرابه هذه واسره marka ayadu intaasay fasaxaysa waxa loogu daba qabtay oo guriyihiina ka cunna looga bilaabayna inay kuwanuna lamidihiin way kuwanuna inay lamidihiin way laysa ma ahanin marka dadka dadka jirtan iyo dadka naafada aanay wax la cuno iyagu inay dadka diidan oo way naga yaqisan yiraahdeen ma aha in la diido oo la yiraahdo xaqoodii waan ka cunaynaana ma aha وأول آلهين وضعونه وحوية سلا صافي عنه بركة بدون ليس ماهن على الأعماء إن دولة دشي حرج وحعليل يا ماها دي وحل لعنه أما يسقوا وحعنه أما قولك اللي انت اللي جيه وحل قسي ولا على العرجي متكبرة دشي سنة حرج وحد به ماها هدي إلا لعنه أما وحل لعنه يسقوا ولا على المريض كجرين دشي سا وحما حرج لبماها ولا على أنفسكم نفتينا ندبات مسارة أن تأكلوا إن أتكعنتان إذنك إن دولة ياشبا من بيوتكم قريها إذنك ملكية دعادوا لديهن أو إذنك كوينة عرورتي لما شيئين مركا عرورتاني ويكوشك تامركا المال المال والولد لك ويلكي عرورتا أدقى إسلالوين قفتوه وكعنا كسب تيسا أقف عرب النبي قولي من كسبه ولده إلميسا كمينة وكسب وحوي نفتي سيب أهري أو بيوت أبايكم أبا يوغن قريهن إن أتكعنتان قريها تكعنتان دبمالا أباها أووبا سدا سوكله أو بيوت أمهاتكم هو يوينكن غريهود أييدا أي هويدا أي وخا لو في نو عاسا أو بيوت إخوانكم ولا ليهن غريهود إن أد كعنتو رجا أبي هويد ولاكتين هويد ولاكتين أبد ولاكتين أو بيوت أخواتكم ولا ليهن الدمر كأين أد كعنتان أو بيوت أعمامكم أدي ردين غريهود إن أد كعنتان دب مال أو بيوت عماتكم أدوينكن غريهود أو بيوت أخوانكم أبتياشين قريه هذا أو بيوت خالاتكم عبر يريهم قريه هذا أو ما ملكتم مفاتيحه فريه سواحد ملكدين إن أدعنتان واحد فريه سهيسان
وادتك عيدن كها يدتك سيل لو ليري يدتك عاوس يحل يدتك صورن وكشاهين يلمشا وكقذيني أو صديقكم بيوت صديقكم صاحب بدين قريه هذا إن أتكعنت عن واحد بمال حد هذا بتاعي صاحب كائن وثالي كذا يه صاحب كائن نبيه وادو إذا قطع قريسة يقول يقسين كيس بين أتكدرت الله عليه ليس عليكم دشي إنما جناح واحد دم بأه من أن تأكلوا إن أتكعنت عن جميعا وإذا تشيرين هذا عنت أو أشتات كلا تشيرين هذا عنت ديكو كلا في رسان وأمرك قدام بيسي عربتي قدام بحكمنا يسي أما ضد بدن يسكتن بحكمنا يان مرتلانا وحوا عنا كلجي وحوا عنا ماي وحوا يور وذا شير وحوا عنا كل شير نوع عنا وهذا واحد اللي عنا ويدان كلجي نسكع عنا ماي عادة داس وحبا مركه وحوا النبي قد يزيد قليه وبهريه وحابر كيسن بودي شراشين كلا وضع عنا وحيا وحابر كيس شراشين كوا حكم ذا إن ضد فر بدن لي هاي بس إن كان الله قبته لحدنا أن لقى عنا لحد وماشي بركة كسر دقيش hareeraha aan laga cunin walba inta uu soo xigto oo ka cunowo intaas aan laga raba hadii fiyashinku isku nooc yahay marka ni walba inta ku jirta oo cunayo waa isku nooc yahay du kala nooc yahay nooc walba meeshii ka soo qaadan allah wuxuu leeyahay laysa alaykum junahun dambi ya dibata dushina maaha bi an taakulu ila cuntaan jamee'an idinku wada jira wax diba mal aw shaatan idinku kala jiro kala fereedsan فإذا دخلتم مركات قشان بيوتا قريوا مركات قشان فسلموا السلام على أنفسكم لفتين السلام تحية حالاي بريدتاي أما سلامتاي شارعة من الله أما كائنة منه من عند الله اللي حقيتك تحقق على اللقاء شرعيي مباركة وبركيسة وخير بدنه لا أقبل طيبة وناكسا وضيبك وغهري وحوية صاحبك السلام يسمرك ورب وحفي عبك مغلي marka meesha guriyaha la sheegay guriyaha dadku joogaa markii la salaamo waa kuwan soo maray waa la idan dalbi hadii lagu idin waayayna waad noqon guriyaha waxa weeye waa guriyaha aan dad joogin ama reerkaaga gurigiisa weeyaan adu reerkaaga xaaskaaga iyo caruurtaadi weeyii ama waa guriyaha aan dad joogin marka reerkaaga markaad u timaado waxaad tiraa assalaamu calaykum wa rahmatullahi wa salaam masajidada ka mid ah waxa la salaamay guriyaha aan la joogin oo la salaamay guriga aan la jooginna assalaamu calayna wa ala ibadillahi salihin baad leedahay ee waxa kala leedahay masajidada oo kale bismillaahi wassalaatu wassalaamu ala rasuulillaah allahumma ighfir li dhunubi waftah li abwaab rahmatik yaa masajidada ku salaame marka ruuxa salaamtu ku hagaajiso una jirin sidaas oo kale marka guriga salaama la leeyahay waa guri oo dhan ba salaamaysa kaadi sheerkaadi aruurtaadi assalaamu calaykum ee hadii aan guriga cidi joogin iska salaamo adigu naftaada salaamo assalaamu calayna wa ala ibadillaahi saalihiin waka sharciisa sunnah fiida dakhaltum markaad gashaan بيوتا قريو فسلموا السلام على أنفسكم نفتينا السلامة ونفتينا السلامة حوية ذاتك ميشي تشوقو قرابة السلامة أما هدان ذاتبتشو ونيدوكو إسا السلامة وي. تحية الحالو والسلامية هاي كائنة كاهات من عند الله إلا حقي سكاته شرعية وسلام شرعية وعربت وروحي اسكو سلامي شرين عم صباحا بيديه شرين سبح وناكسا بي سلامي شرين إنا قلبتين وحي اسكو سلامة مربو هو دي بالين هو دي ملا هو في انجريس بان أم ملاينين هو الدبالي هو الدشالان معها عم صباحا بعرفت لي كنين صباح وناكسا مركالة ما قلتها تحية من عند الله مباركة وبركيسا وخير بدن ودعو إلهي بالله بريا والله أمر قاضي ألا الله بريا ضيبة وناكسا كذلك السيدة عب يبين الله الله عدين يا لكم إذك على آياتي آياتي إذنك عدين الله سبحانه وتعالى شرح حاسوين فيه نبي الله محمد باينوك يعني سيدو أشرحين وإنا نقاذناه أو هي زيادة كامر ربنا وحي أن سود حقلين مر ربنا صدع النبي الله محمد إنه قش شرح الله إنه قش شرحي إلا نبي وحاليني أنزلنا إليك القرآن لتبين للناس ما نزل إليهم إنه قش شرح ذا ليدي النبي أبي قبع شرح صدع شرحي علماء الإسلام كنا وين سوق قارسيا مالك صدع صلى الله إنه قش شرحي كذلك يبين الله ساسو الله أعدي لكم إذك على آيات آياته لعلكم تعقلون سيادة فهمتان أتفهمتان وإن أتفرد غنتوين وصدع أقفهمتوين إنما المؤمنون مؤمنون تدبسع الذين كووا ويا آمنوا فمي بالله الله فمي والرسول والرسول كيسر فمي مؤمنون تدبسع إنما ذا حصل ذا اللي دايو كليا أنوح اللي دايو إنما مؤمنين توحوية كليا نبطوا كامل كاهي الذين كووا آمنوا بالله ورسوله وإذا كانوا مركيهين معهم عن نبي النبي عيسى على أمر أمور جامع وإسوكين أو إن الإسوي مادة لم يذهبوا أن تجين ويان حتى يستأذنوه إلى كائد الضلبان بالي
ومنون تدبتي وحاويني كوالي يا نبيك سنبا ورميي نبيك أمور قود مركي إلا تشوغان إذا الآن تغيني أمور تقود وحاكم إذا بالمثل صلاة الجماعة وحاكم إذا صلاة العيد وحاكم إذا تشيغ وذا تشيغ يعني لما مملك مملك الله تشانيه نبت قليه ذا لقاها ليه وحاوي يدو لماذا إيه وحالق القالين إيه زكا الله أرورين إيه وحاوي يوح الله وحي نوع عصو أمر جامع يعني وأمر ذاتك إسوك أنا والروح والبلوغ بها هي إنه كغيب قاله إنا إذا دلبان ما يمتقيا إلا هدو غفك إسكتك إذا لانو فكرة دي سيلتك وحاوي مقال كي سيلتك ماشي وحاسورة قاله بطني اللوغة بها هي باسورة قاله marka isagoo nabiga ka idan qaadanin imaamka meesha jooga ka idan qaaday inuu tago haduu tago in silaal sameeyo munaafiqiintu ku beeraya way innamal mu'minuuna mu'minuunta kaamil kaahin alladina kuwa yaamanu rumayee billahi allah rumayee wa malaa'ika wa rasuuluhu rumayee wa idha kaanu markay yihiin ma'ahu ma'a nabiga nabiga miciisana ala amrin amr jaami'un wa dadka isu keena oo amr guud ah lam yadhabu an xigin hatta yasta'dinu ilaay ka idan dalbaana isu sheega برقي دم بسحابتي دم بيا علمتي دم إذا كي وحيو بدلين حالي ديدتي وفربتي مركا إذا كي روح والبمتها قا ويأتكاتي مركا روحي من زيادة إلى هذا وحي روحي سنكي سساء وقفتها وإذا دون هلا إذن مركا أما يالا إذن يعني إشارة الله بحنية وأصحوي إشارة يعني إذن سيدا سألة ليه هذا بالمثل سلاة قفكي كير ما توكله سوى سلاة كجيرا وحي علمتي دين سنكها قفتها سي يعني الله أقوقر عدد دارو أهلو إني سلاة كبحي ونون نخن marka waxa way waa kuwaas way muuminiinta dabta ah in alladina kuwa yasadinuunaka nabiyilahi muhammadu ka idan dalba ulaika kuwaasi alladina kuwa yuuminuuna rumayee billahi wa rasuulihi sunay qofka ka idan dalbo adiga la aanta aan tagaynin waa muumin dabahe ogow marka faydista adanu ka haday ka idan dalba li baad shaanhum shuuntooda qayb kamida faadan idan liman shiita qofka doonto oo minhum iyaga kamida واستغفر لهم وغفران ذلب الله الله وغفران ذلب وحالي لكوا كائدا ذلبان ومؤمنين تنبتا مالك كائدا ذلبان ديني كادونتنا إذن كادونتنا ودي دي معنا كادونتنا ذلب مالك علامة لتحدى عيائي قفك اللهم ليئيني قبتي تهي إذن ذلب كاتنا ولا إذن قفك الله يرمى للعذو الدار كيسينو نصاصة هين يهدي الله دونه ولا تشويتيني اسكتشوك بالليه مالك ساو حالي وغفران ذلب بالي waxaa laga yaabaa cudur daar kaasi cudur daar daciif ah inuu yahay qodanta meesha lagu hayaa ay ka weyn tahay marka wuxuu dhig meesha dhacda ka imanaysa way hoos u dhacba ka imanaya intaas aan looga qufran dalbi marka faa'iido saadanu ka markay ka idan dalba li baad shaan shuuntooda xaaladahooda ama umurtooda qayb kamida faadanu idan liman shi taqafka doonto minhum iyo kamida wastaghfir lahum الله الله وقفنا الظلم وهذه يعني وحقي قبض فلي كتشلو الله كرنا فوين ومؤمن دبعه المثل مالتي حزابه وكله وهاي ووالي إذن دلبي تدك على إذن دلبي مالتي تبو كل كتشي بحيي عمر بن الخطاب وإذن دلبي يا رسول الله عمران آدي يا أبوي والله إذن وكان النبي يقول أمرك أنك أوش القرن اللي إذا هدا درس النوع عاسا مايا تاس ما هنا وحيري هد مركع عمر هذا تكتو هيجي لو جعل هذا هنجي لو من النبي كويدا عليه الصلاة والسلام marka idinku waa nooc aashway inna allaha subhanahu wa ta'ala ghafurun kadhaafo wa rahimun wa xariista macnaha hadii idan dalabkaasi gabood falba ku jiro muumin ba qofku ha ahaade illa allah ba u dambi dhaafay subhanahu wa ta'ala qofka muuminki markuu quman yahay qof kasta oo ka dhacda haduu isagu xaq raadisay allah wa u dhaafay subhanahu wa ta'ala marad xaq raadisay qof kasta oo ka dhacda allah wa u dhaafay maxay li qofkan tabartiisu waa inta al insaan mahallul khata حوي إنسان خد أواي ما هي مركي لجره أمبيضة إن الله على سبحانه وتعالى غفور كذا فوي رحيم حارسته لا تجعلوا إدبك له دنا اللي نأذبني لا تجعلوا هيالنا دعاء الرسول رسولك ونواقدي سبينكم دحدينا كدعاء بعضكم قاركين ونواقدي سبعض القارك كلا أظن واغنا سيدا إذنكم يصبرنا واغنا نبقى أقولنا واقنا لي قد يعلم الله ألا وفي هاي الذين كو يتسللون الدساء او منكم يدين في يدين كميدا لواذن حالاي غبن يا نو مدبا مدكو سي دبا غبنو جماعه كبخيان ماشي المؤمنين تو كايدن دلبا يا بيغ دوسيان تو ميد كو دبا غبدو فليلغار كو ديغو يرسي قيوره كدوسيان ساسو كلا نقنينا لا تجعلوا دعاء الرسول بينكم وحاشر حيضي هي وحل لي لا ترفعوا اصواتكم فوق صوت النبي اكره قادنا لي انتو صوت بخيسوغا هاغو دواقينا لي يا محمد يا ابو القاسم يا كذا
magacyaha soo dhana ugu dhawaaqinale waxaad u dhawaaqdan ya rasuulullah wa adkana hoos u dhiga ya rasuulullah ya nabiyullah ya mustafa kuwa ugu dhawaaqale laakiin ya muhammad ya abul qasim ha ugu dhawaaqinale waxa idin lamid ma aha nabiga wana haram de waxa lagu dhawaaq bal laga yaabo an takuna kufran inay taas u ragan inaga marka waqtiga nabigiina laba joogay inaga maxa waajiba nabiga magciisu qayxan ma sheegi kartid mamnuu ah muhammad wuxuu yiri ma dhihi kartid ama muhammad baa ku salli ma dhihi kartid wa inaad markaad muhammad tidaa sallallahu alayhi wa sallam tidaa oo tidaa muhammad rasuulullah muhammad khayru khalqillah wa inaad wax amaana raacisaa laakin magciisu qayxan ma isticmaali kartid qala abul qasim hadda tiraa wa khatar wa marka allah wuxuu leeyahay si kale u sharxanaayadana waxay leeyahay nabiga alla barigiisa alla barigiino kale haga dhigina alla bariga alla barigiino kale nabiga sidii ducadiisu waa aqbal idinka fiidaxdiisu ka yari markuu ka weyn weydiiso ama faqiirku qaniga wax weydiiso marna waxbuu ka helaa marna waxuu ka waayaa marka nabigu marnaba allah waxba ka waayi maayo qoliyaasa ku sharxay laakiin aayadu saa uma muuqato sidaas ma aha waa sida hore laa tajcaluu hayeelina ducaa arrasuuli rasuulka u dhawaaqidiisa baynakum dhexdiina aad u dhawaaqaysaan كدعاء بعضكم قارك النوى قدي سبع نقارك النوى قهي لنا قد يعلم الله ألو في أجيهاي الذين هو يتسللون سيبني أما الدسية يتسلل تسلل هو سيبش ووحى لاركين إنه ملغ ملكينا أو منكم بذيك إذا كم ذا لواد الحالة قبنا يا وحيكون قوم أنت شركة دمج سفوق بدان بيسيب سيجو مركز دمج الكابوت كليه الله وفلي فلي حذر هكذك تولادان الذين كوا يخالفون خلاف عن أمره النبي أمر كيس خلافه هكذا يكتونادان من أن تصيبهم إلي أصيبت فتنة فتنة أصيبته بدعوا النقضة أو قال النقضة أو يصيبهم وأصيبه عذاب العذاب لي من أقول له نار بالنقضة قال لما فأبضى حضا سيدة هي النبي أمر كيس ضميرك عن أمره عن أمر النبي والغفصري عن أمر الله والغفصري عن أمر القرآن والغفصري اسكو سيدة يصابعي isku macnaheedu sidoo kale sabab marka rasuulka lagu deynayo rasuulka dhaxdhaxaad oo quraanka iyo allah ka tarjumayo allah wuxuu leeyahay fal yahdarha kadik tunadan alladina kuwa yukhalifuna khilafa ya an amri nabiga amarkiisa khilafay wixii nabiga uu allah amrayo loo dhiibay oo ina soo gaartiyo khilafay quraanku diidanya sunnadi nabigu diidanya meel kale uu leexanaya munaafiq buu noqonaya kaas فليحذرها كذبتون هذا المخالفين تاسي أن تصيبهم من أن تصيبهم إني أصيبته فتنة فتنة إني أصيبته فتنة تاسي وحوية فتنة وإنه دين تكبعه أما أقال نقضه أما أبدع نقضه أما أخراف نقضه أما أشيع نقضه وإنه دين تكفت نوبا أو أمسه يصيبهم إنه أصيبها كبق عذاب العذاب لي من أكل البن أمر كنبي مثلا تاسي ماله سراها قال amarka khilaafay waxa loogu jeeda quraanka ku dhaqan baa loogu jeeda oo nabiga sunnadiisi ku dhaqan dad quraanka ka leexato waa khalas weey allah wuxuu leeyahay ala inna lillah ala waxay culimadu ku fasireen tanabahu yaani war hooyay weey hooy war hooy hooy weey ala tanabuhu inna lillah allah waxa uu sugnaaday ma fi samawaati samada waxa ku sugan wal ardu ardada waxa ku sugan allah baa iska subhanahu wa ta'ala خلقا وعبيدا وتصرفا وإعداما خلاص كل واحد لكم فرق لين كلام يجروا وعلى الله يمجروا ألا إن لله الله حاوسنا هذا ما في السماوات والأرض قد يعلموا فقال لأجيهاي ما شيء أنتم يدكوا عليها تكسوا كنتي حالة ذات كسوا كنتي بقال لأجيهاي حالة الفرح حالة النحد حالة عبسي حالة جيس النمو حالة عباده حالة محوها فاسق النمو وعلى الله واحد كسوا كنتي الله باكوغو كأركاه إن ربك لبالمرساد الله وكوفي سوى كل شيء الله وحليه قد يعلم وقال لأجيه ماكي أنتم إذنكم عليهم بشي ساعد كسوكسين وحال الله وحاله كسوكسين ويوم ما لن ألو أجيه يرجعون إليه الإذين علين دون ما لن تقيامه الإذين علين دون الإذين لحسا أبتم الدوننا الله وأجيه وحو إذن كسامين دون يوحد مضان دون تان يخير كاته لدون تان لبخ إيمان دون فينبئهم الله وحيدين كورا من مالين تاسيادا بما فينبئهم وحيدين كورا مالين تاسيادا بما عملوا حيعمل فلنبو الله وحيدين كورا الله وحيدين حالة الدون كانت كتشوك تانية وحد كتشوك انتهين قيامة نبو أبيها مركزة واربحين تو نبال الذين سنة الدون كوحوية أمر بالإساسية الدون كعقابتي أبال مرنتي وحيدين وادن بيها
inka soo dinubta qaar kale iska abaal marin adduunta dulmigo kale adduunka iska abaal marin dulmada la dibdig maay Allah wuxuu leeyahay wuxuu og yahay ma antum alayhi wa yawma malin yurjacuna la idin eelin ilayhi xaqiisa oo maxkamada tagaysaa fayunabbihum wuxuu uga warramay bima shaygi amilu ay amal saleh wallahu Allah subhanahu wa ta'ala بكل شيء شيء لا أركه كل اللي عليهم في أقوي شيء والبسيط أقوي أمامهم سورة الفرقان وسورة دي شن يلا باتنا ترتيب القرآن الكريم كأه آيات هذا وتدباتنا يتدبا وسورة ده مكية أبي كميتها من السور المكية في كميتها سورة ده مكات وح أصول العقيدة اللي لا أصول العقيدة وحوي يي وحيان البعث والجزاء الوحي والرسالة التوحيد ما لها أي سورة ده مكي وهالكا والخلاق سورة ده نمبر سجارة محور كيدك جود وحويني صدق القرآن وصحة الرسالة قرآن كورهن يرسل لماذا النبي صحيحة مركا النبي وحوالوه الليلية قلب جيسا لقبوتيني يساقوا مواجهين يا عرب أو مشرك العرب مواجهين يا قلب جيسا لاتكين أو إنو يسو قوشة قارج بنا بيقول له شيء يا مركا بسم الله الرحمن الرحيم تبارك وحاسريه ونزها الذي الله نزل القرآن قرآن كسود جيه كترتيبه على عبده أدون كسود جيه ليكون أدون كاسين وأهاده نذيرا كودق للعالمين خلقه مواجهة النبي وعرب مواجهين يهلق انك وكجره إنه قوش يسبه هليه هل كان أبلا قرمبا نذير بو نقم بالي والله دري مركي اني نذار داسي تام نقوني سو اسكا عده او لدي ليني او مركي تام نقوت نذار دو اسكا عده ميلها او عجب بدن بو الله ادون نما كسف يا نبيسا الحمد لله الذي نزل على عبد الكتاب سبحان الذي اسرى بعبده الليلة نزل الفرقان على عبده هو يو عجيب هو يا ادون نما مخ كسر يا جرا وكن نبي عليه الصلاه والسلام لا تطروني كما ادرت النصارى عيسى ابن مريم هيغو حد قدبنا سيدا غير نصارى عيسى وحد قدو إله بيكردقين إنما أنا عبد الله ورسول ومرتبة وقصر ريسوه تبارك ذا وحال يري وحوي تبارك وخير بدني تبارك وبركي خير بدني صفة فعل بين مركان نغن تبارك تنزاه دي لنا صفة الزاد بين نغن صفة الزاد صفة فعل يعني الله أوصار تيسا صفة فعل وحال وحي واحتره ورن أبورك يدلك يخيراتك يدبنه هو صفة فعل وحي الذي تديس كقارنا وصفة الذات والي مركة تبارك وتعالى تبارك تنزه وتقدس الله واصر ريو النزه الذي أليه نزل الفرقان حقي بعد الخلصو عدة جيه وقرآن كريم على عبد أدونك سكود جيه محال لوغو دجيه وجيدة قرآن كاللو دجيه ومحي إن لسكاقريا ماها إن لدقيستان ماها وحوية ليكون إنه النبي أهاده نذيرا كي دقل العالمين خلقه قدده هو أذيك سنة يا نبي ومركو عالم قدده قرآن كو أذيك سنة وحكا لو ضدك اللو شيئك كارو لقوه قامين كارو وقرآن كريم كاين مجره علمك لو اللو شيئك كارا مجره ولكاسد علينا حديث نبي قرآن كي كود حسنان يفقه إسلام كو قرأي قرآن كالا قصة وضا ساري مركا قرآن كمركا لين هاي قرآن كالي ماها قرآن كي معنيه سيوي لو شرح حديث قرآن كو حديث النبي وقرآن كشرح يهين الصحابة نبي قال فادي سقر نبي جاي كبرتين معنيه سنة نبي قال أبا يا براي سيد الله جو عمل فلان النبي لم يحرض بيت قاتل مركب مركب القرآن كلينا هاي حديث كي نبي قال كتير ونبي جاي بقى عدينا وأسر حيا ليكون للعالمين نذيرا الذي الله يباد براي تبارك الذي وصفك له الذي الله يباد براي له سبحانه من كل سماوات سماد الله شيئا يتصرف كذي والأرض دلكا ولم يتخذ أن يالنن ولدا إلمو أن يالنن ولم يكن له نوسنا نشريك وهلية في الملك بقرطوية يتزرف وحكو هلية ملك وحكالية وحلقبة ملك وحلطة لينا ملك وحفظ في قنا ملك وحصو سامينا مجران وحلقه الله سبحانه وتعالى إلا درسا كنا مجران وقال بالمعاني يدهو من كان عابد إيسا هي معد باو درسا مركا من كان عابد إيسا الله معد باك درسا ما هي عبادات يعني الله اللي دين دحين وحيدين دحيا يانو تشيرين الذي قال له وهي له سبحانه ملك السماوات سمد لها شهادة يتصرف كهذا والأرض للك ولم يتخذ أن يالنين ولدا إلمو أن يالنين
ولم يكن أين أوهان لو إساق شريك وهلية في الملك بقرتوية يتصرف كوهلية وخلقه أبوري الله سبحانه وتعالى كل شيء فقدره وسرقه أما وهبه تقديرا معنى تقديره هو شيء والبسيده يهيب وقوته لقلي بني آدم كوحوقوته لقلي وحن قروح ضفضا الفكرات له عاقل كوحوقوته لقلي أرضا وحا في السنة لقوم استعمالي وقوته لقلي لكن وحا عنسبه شيء والبسيده يهيب وحده مركبه سرقه وقرش فقدره وسرقه أما وهنانيي تقديرا سرقين يهناني الله سبحانه وتعالى الله سبحانه وتعالى إن شاء الله تعالى هبين دمه